من 7 ل 10 على 10 7h10 إيماد فلا راديو على شدة فلا راديو يوم جديد ويوم جديد يوم 23 سبتمبر 2017 انا إيماد قطبي معايا رحمة صباح الخير صباح النور بوفا صباح الخير صباح الخير أغنية الراية دي قمت بشو غادي يكون معنا عباس صعصع هو الأمين ديال لي سال ديال الرياضات في المغرب ديال السبور ديال سورتو ديال حمل الأثقال والمشكلاسيون وداك الشيء غادي يعطينا بعض النصائح للشباب اللي باغيين يضعفوا باغيين يصوبوا لو كور ديالهم معنا عباس في التليفون ولا مازال عباس عباس صعصع عباس صعصع ما معناش ما عباس صعصع راه ديالنا زعما انا عباس صعصع واش معنا دابا في التليفون يا السلام عليكم كي داير ابو عباس بخير صحيحه لاباس الحمد لله عباس الله يحفظك خويا عماد خويا ما كاينه غير لونطري ما كل صباح هذا عباس صعصع ولا من كيران لا دي صباح عباس صعصع هذا عباس صعصع لا يعرفوه راه عباس صعصع ودي شنو كاين الجديد واش كاين دي مينيو جداد ديال الماكله اللي يقدروا يتبعوهم الناس باش يقدروا اخويا مصيب لك واحد البروغرام اخويا ديال الناس اللي كيترينيو خويا ما نعاودش لك بحال هكا شنو كاين في هذا البروغرام بلاتي بلاتي اخويا واحد ولي تريني شويه اخويا شوف وجدتك واحد البروغرام yeah. راس الحانوت سكين جبير سكين جبير وزيد الخروع مرحبا زيد الخروع سكين جبير وراس الحانوت شوف ها شنو زيد عليهم دونك تخلطهم كاملين yeah. هادي ماشي الدواء ديال الفديع ماشي لك تيم فديع هذا الدواء الفيران هذا سي صعصع الدواء الفيران ولكن انت خويا شوف نعم صعصع ودقه بطله الناس اللي ما كيترينوش وبغاو يترينيو يضربوا هادي وشنو النصيحه ديالك عاوتاني النصيحه ديالي للناس اللي ما كيترينيو اييه كاين واحد النصيحه واعره كنديرها انا ما كنترينيش كنتريني مره مرحبا شنو هي تمشي حدا الحمام اييه واللي خرج كنقول ليه بالصحه وهو يقول لي الله يعطيك الصحه اشوف عشرة ديال الله يعطيك الصحه في النهار انت متريني كتولي صحيح كتولي شنو هاد الصوت عباس صعصع كنسمع واحد الصوت فيه بحال ديال اش هاد الصوت خويا كنتريني كنهز الاثقال اه كيفاش كتهز دير شي تجربه انا نهز واحد المعلقه تسنى عباس صعصع عباس صعصع وي خويا تبارك الله على خويا شي اضافه شي كلمه اخيره الله يحفظك شوف انا دائما كنتصنت لشدا اف ام شكرا لي في الرحمه شكرا شكرا بزاف شكرا لك تبارك الله عليك شكرا الله يحفظك السلام عليكم دير بخير بس عليك النمره ما عرفتهاش طلعت عندي في الواتساب ما عرفتهاش ديالو رحنا اخويا بابا يتحدى العالم بوبا يتحدى العالم كل صباح مع 8 10 دقائق مع 8 و 16 دقيقه عجبني خلطه الخير بوبا يتحدى العالم على هذا الصباح الناس اللي كيتابعونا لايف على فيسبوك سيروا باش تشوفوا التحدي ديال بوبا هذا الصباح بوبا غادي نعطيو اسئله ثقافه عامه بوبا ما جاوبش على السؤال بوبا تياكل ناري الخردل المطارد ملعقة ديال المطارد ناري بلا فريت ملعقة ديال المطارد في اي جواب غلط بوبا واش انت مستعد باش تقبل التحدي انا شوف ما مستعدش ولكن غادي نستعد بزز مني غنستعد حتى ما استعديتش دابا ما كاينش ليا نفسي فهمتي انا مازال ما فطرتش ولكن غادي ناكل لاموطارد وهو بوبا بغيتي ناكل بوبا ماشي مشكل انا كنبغي باش كنمشي نشوف التحديات ديال اللي كيخليو لنا المستمعين في لافيش ديال حيت بزاف داروا لاموطارد وبقيتي فيا ولكن نلبيو لهم خاطر واحد اللي عجبني واحد التحدي عجبني بزاف قال لهم قناع حتى لواحد بابا واش انت مستعد انا مستعد تفضل دي كان مجمع ثلاثة ديال الدقائق السؤال الاول ابوبا شكون هو اسرع ولا شكون هي اسرع حوته في العالم
اسرع حوت في العالم. شو الحوت اللي غبي اسرع حوت كاين في العالم؟ لسبادون. طون. طون والحرور بوبا. صافا بوبا مسكين. شو ما عليكم هادشي اللي كتقول. الله يخليكم المستمعين، حيت التحديات راه نتوما اللي كتخليهم على صفحه فيسبوك تكيسوا على بوبا. الله يرحم بالوالدين، تكيسوا على بوبا. صافا بوبا كلشي مزيان. شو السؤال الثاني يا بوبا؟ شنو هي اكبر مدينه اوروبيه؟ باري. متاكد؟ متاكد. لندن. بوبا لندن. واه صحاب مش قلتي فرنسيه ناري. اوروبيه بوبا بصحه وراحه. وفي يا بوبا وفي. صافا بوبا؟ بخير. قول لي صباح الخير ديالك. ناري طلعتني. قول صباح الخير يا بوبا. صباح الخير. بوبا غنمشيو للسؤال الثالث يا بوبا. شحال التوقيت رحمه؟ دقيقة و13 ثانية. كتقدروا تتابعونا على باج فيسبوك لايف. ناري. بوبا كتعرف النمسا؟ اه. باش كيدويو؟ اين اللغة؟ كيدوب بيديهم فمهم سياسة. كيدوب بالنمساوية. كيدوب بالنمساوية. النمسا كيدويو بالنمساوية. غنشوفوا واش الجواب صحيح بوبا. كيدويو بالالمانية. دي كان مجام. كيدويو بالالمانية بوبا. بوبا تحس. بوبا باش كتحس خويا؟ باش كتحس بوبا؟ باش كتحس؟ تقدر حس. صافا بوبا؟ صافا انا دايما صافا. شحال باقي الوقت؟ مازال له جوج دقائق مسكين. لا لا سير سير. قول لي صباح الخير يا بوبا. صباح على خير. باقا جوج دقائق ولا مشات جوج دقائق؟ لا دقيقة مشات جوج دقائق. مازال دقيقة. شرب الماء بوبا. صافا؟ كلشي مزيان؟ بخير. شو واحد السؤال واحد اخر. اه. شنو هي أول عملة إسلامية؟ بوبا هاد المرة قبل نسولك بدات تاكل ديريكت. محلف عليا. أول عملة نقدية إسلامية. أول عملة إسلامية. الله. عرفتيش؟ جنيه الإسترليني. لا دينار الذهبي. دينار الذهبي. حرام عليك يا عماد. لا مطار الذهبي اللي كنا قلتو. بوبا صافا؟ بوبا بوبا واش مازال قادر؟ بقات غير 30 ثانية. عبد القادر ما بقاش قادر. صافا بوبا ماشي مزيان. صافا كمل. كمل. عطاي الأسئلة. يلا زيد آخر سؤال يا بوبا. شنو هي شبه جزيرة اللي مكونة بزاف ديال الجزر؟ شبه جزيرة عربية وحدها جزر وحدة أخرين. خليك. زين. اين دولة؟ اين دولة؟ انا نقول لك تايلاند. شي دابا. شحال الوقت؟ سالا؟ سالا الوقت. صافي سالا الوقت. بوبا شكرا لك بوبا. كنصفقوا على بوبا بزاف. صفقوا عليه مزيان. صفقوا على بوبا مزيان. صفقوا على بوبا. بوبا كيصفق على راسه بانه سالا. شكرا بوبا. تبارك الله على بوبا. بوبا برافو عليك. برافو بوبا. واحد النهار الاول، النهار الاول اللي بدينا في ليميسيون ياك بوبا قبل هاد التحديات هاد. وي. بوبا قال لك انا ما كنخافش. انا ندير كل شيء. انا التحدي خوتي. عيد ميلاد شكون اللي غنحتفلوا بعيد ميلاد ديالو محسن هاد الصباح؟ خديجه ان شاء الله. خديجه نتصلوا بخديجه دابا مباشره باش نحتفلوا بعيد ميلاد ديالها. خديجه من بعد خديجه. خديجه ماشي مهمه، اللي مهم هو الفطور اللي جبتي. مهم الفطور دابا. دابا محسن. خديجه مهمه. محسن سمع غير يخلص الفطور. ها محسن سمع غير يخلص الفطور راه ينسى الكلمات ديال الاغنيه. خديجه الو 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 الو. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس؟ الحمد لله. كي دايره؟ كلشي مزيان الحمد لله. كلشي واد. بغيت نقول لك واحد الحاجه هاد الصباح هذا خديجه. خديجه نسات نساتني قولوا لها علاش بغات تهبلني. قولوا لها علاش نسات نساتني قولوا لها علاش بغات تهبلني علاش علاش يا
خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلار خديجة مازال ما قلتلك والو هذه غير ديال التشليل هذه غير التشليله خليك معايا وسمعي شنو نقولك دابا ديال بصح ويا نوراني عندي عيد ميلاد خديجه وتستكاي خزنا الفلوس تحت الزليجه رجوية صحاباتها عايشة ورانيا أمازيغية ضريفة وشحال نية ويلا قلتي واه نشري لك كادو يا اختي خصني نشوف لك سلسلة ديال لي فيرتيتي جوايوز انيفيرسير بكل ما تتمنى تحقي أحلامك وتوصلي للي تبغي ويا نوراني عندي عيد ميلاد خديجة وتصدقي خزنا الفلوس تحت الزليجة رجوية صحاباتها عايشة ورانيا أمازيغية ضريفة وشحال نية جوايز انيفيرسير خديجة عيد ميلاد سعيد خديجة شي كلمة للجمهور الكبير اللي كيسمع لك هذا الصباح شكرا بزاف شكرا للحبيبة ديالي راني بزاف 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 كنموت عليها وشكرا والله عرفتي فرحتوني في هذا الصباح خديجة واش مبروكة شحال كملتي من عام دابا 24 24 باقي 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 صغيرة مرة أخرى نقولوا لك نساتني قولوا العلاش بغيت تهبلني قولوا العلاش نساتني قولوا العلاش بغيت تهبلني علاش علاش يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا زين البلاد يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا زين البلاد وتحية خاصة العريس والعروسة تبارك الله على التريتر سرحاني وتبارك الله على مرقعة الأفراح مهدي فيدا رجعوا لها الدراري خديجة خلنا نخدموا الله يرضي عليك خلنا نخدموا تبارك الله عليك شكرا بزاف 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 صباحكم مبروك وعواش مبروكة أول مذيعة كدوي حدا الميكرو كدويش الميكرو بحال عيد ميلاد سعيد خديجة مريحة في حمام عيد ميلاد سعيد خديجة شكرا 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 اللي فهمتي بان الميكرو بحال هكا كتي انا عرفتي شنو صحابني صحابني شي صعب خديجة معاك لا لا هي كتهاجم الملكة سعيد اخبار 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 ديال يا ستار لا يمكنش وكان هضر بلا ثقة في النفس ما يمكنش اي بقاو معنا في ايمان في الراديو بشو سمعت التكوينات ديالك منير الوداد وتحت العاصمة 0-0 0-0 الماتش ديال الفتح 2-0 بحالي تيبي مازيم تيبي انا تنقول تيبي 3-1 الدراري دياولي غادي
غادي يحاولوا ماركو بيت بعدا حاولوا ماركو لا شكرا الله الا برافو عليه شكرا منير اوبري شكرا لك شكرا لكم بقاو معنا في عماد في لا راديو غادي نمشيو باش نعطيكم الرقم ديال هذا النهار ما تمشوا فين حنا معكم حتى ل 10 ديال الصباح في عماد في لا راديو من 7 ل 10 على 10 على شده في كل صباح اسمع الاميسيون كلها افراح في فالكورسون على شده عماد كيبدا رحمه وبوبه من 7 حتى ل 10 ما عودتينا عماد في وقتينا هذا الصباح دغيا وكاع ما حسينا موتينا ايمد فرحتينا وصلت لينا الضحكة حتى لودينا ومن سنينا دي لي شي اكستريم صوتك ديال هاد الاغاني اللي غنيتي في ديك الوقيته واجدين حتى انا بغيت نسمعهم مرحبا الاسامي هي هي او القلوب اتغيرت والسنين ريحة وجاية والأمان اتبعترت واللي راح من عمري راح 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 واحنا ملينا الرجوع خد زماننا الشوق وراح راح ولا حتجيب الدموع من القلوب اتغيرت والاسامي هي هي لا لا ما يمكنش لا 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 شو شو اللي سمع دابا بيزارمون اللي سمع كدير الاغاني بحال هكا شبابيين وسميتو ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش والله ما تخيلش ما تخ... انا ما تخيلتهاش هكا الحمد لله اللي جا اليوم طلبنا يغني بحال باش الناس يعرفوا بان راه ماشي تبارك الله علاش مشيتي في هذا الاختيار وخليتي هذا الشيء بزاف اللي كيسولوا اللي هذا مرحبا بكم انا في عماد في الراديو كلشي مزيان بلاتي تسمحوا لي بوبا مازال ما جاش هو جاي انا جيت صافي لا تقدي تما مع راسك واقف مزيان واقف خف طيب مرحبا نصفقوا مره اخرى على ميدو بالحبيب اللي معنا الصباح راه هضروا على هاد لا شونسون اللي يلا سمعنا اللي هي راه تسنابي لي كيفاش جات الفكره سناب شنو زعما الفكره هو انه لابليكاسيون دارت بوم خطره وحده واي واحد كتلقى حبيبتو كتسنابي له وتكتب له بوك حبيبي واش انت طاري ليك هادشي هذا كتصيفط الحبيبه ديالك بوك سنابي لي لا ما كاينش هادشي انا سيليباتير انا اللي كنصيفط ليه انت سيليباتير مزيان ليك انت سيليباتير خلينا نهضروا على الاغنيه ديال سيليباتير اللي مع ايهاب امير الوغ كان واحد الضجه على هذه الاغنيه كيفاش عاود لي هذه الاستوار هذه يا خويا لان سمعنا بزاف واليوم جات الفرصه باش نتلاقى معاك باش تقول لي شنو كاين ما دازت علي عام ومثلا يعني بيان سور ما عمدش غيبقى في التاريخ هادشي بالنسبه لسيليباتير هو كوفر من كلمات والحان هو ديال ايهاب امير هو كان غناها في الاكاديمي انا عجبتني ومشيت للاستوديو ما نويتهاش غدير شي حاجه قلت كوفر غنحطو في لاشان ديالي حيت الاغنيه عجباني غنيتو ومشيت للاستوديو سجلتو طلع زوين طلع واعر وما بغاش شنو شنو ما بغاش ما بغاش على الكوفر انه علاش تخرجوا قبلي ونضوا عليه مشاكل مي انا كنت اتصلت قبل ما يخرج اتصلت بالمانجر ديالو وكنت حاس غيوقع هادشي على داكشي سجلت لابيل ديال المانجر ديالو فاش وقع هذا المشكل قال لهم انا ما خدمني لاوتوريزاسيون هو ماشي لعب في ايهاب بالعكس ايهاب انا شفت لابيل هاد لابيل باقي مسجل عندك كان ملو كاينه في يوتيوب هذا دابا اللعب ماشي في ايهاب ولا بالعكس ايهاب انا عزيز عليا وصوته كيعجبني والاغاني ديالو حتى هما كيعجبوني وفين كاين المشكل المشكل كاين في المانجر ديالو مشى قال لي انه انا ما صونا لي ما خدمني لاوتوريزاسيون لا والو انا الفيديو حطيته ولكن انت درتي دابا الكوفر قبل من الاغنيه قبل ما تخرج الاغنيه الاغنيه كنغنيها انا خديتها يعني كنا في استوديو ماشي كتسنى بانها تحقق واحد النجاح لا لا انا حطيتها في لاشان ديالي عجباني الاغنيه ف دونك دابا انت كتقول المشكل فين كاين فيك انت ولا فيهم هما
لا المشكل انا عجباني الاغنيه انا ما كاتبش الاغنيه ديالي ولا انا في الفيديو لايركس كاتب كلمات والحان ايهاب امير وفي لو تيتغ ديال الفيديو كاتب كوفر كبير ولكن الكوفر كيخرج مورا لا شونسون ملي كتخرج عارف ولكن لا شونسون مازال ما خرجاش انت درتي الكوفر قبل ايوا تسريبات هادو عجبتني صافي ولكن خرجات الاغنيه وحنا كنا تحايدات شهر تحايدات الاغنيه ومن رجعنا لونسيناها فكانوا يستناونا غير رجعوا لونسيوها وحيدوها عاوتاني مره اخرى يعني علاش تحايدات دابا خرجت باش الروح الرياضيه ما كايناش لا لا تمن كتكون الحاجه احسن من الاصل كاين واحد عفريت ولكن اسمح لي مجيد اسمح لي اسمح لي هذه نقطه مهمه عفريت كتموت عجيبه عجيبه الدري لا عجبت الناس بزاف عجبت الناس فهمت دوك الكوفر كان احسن من انا راه يخرج شي واحد راه سنابي اللي يجيبها احسن مني غنحيدها له دونك نديرو حدا لانفيرس خد بالك انا راه غادي غني انا كوفر راه هاد سنابي لي نخليها صافي الله يحفظك بعد الصوت هذا بعد الصوت هذا حيت شبعان كوتي كوتي غير كنضحك مرحبا باي واحد اللي بغى يعاود الاغنيه ديالها يعاود لها ويجيبها احسن مني وانا نبارطاجيها له من عندي برافو عليك بليزير هادشي اللي بغيت نقول لك اميلو هو اننا الناس ما تنويش انه تقول لك راه متكبر ولا راه افيك بليزير ودابا كما كنشوفوا شحال من اغنيه كاينين دي كافر كيداروا وكيصدقوا احسن من الاغنيه الاصليه واش هذاك الفنان غيمشي يقول لا حيد داكشي فانا ما فاهمش شنو كاين غير هو انا قلت لك خرجات الاغنيه ورجعنا لونسيناها من بعد وتحايدات مي دابا رجعنا لونسيناها وبلي دغوا ما غترجعش تحايد وما غيقدر حتى شي واحد يرجع يحايدها كاينه في هادشي اللي صافي دابا رجع بلي دغوا انه يوتيوب صيفطنا لها انه هذا كوفر ومن حق اي واحد يدير كوفر تري بيان ما تنساش تابونا في لاباج فيسبوك فيسبوك تويتر انستغرام اي يوتيوب وتبعنا سور سناب شات سيتورني من 7 ل 10 على شدة